شهد العالم في الأعوام القليلة الماضية قفزات نوعية في فهم التطبيقات الحاسوبية للغة، إلا أن هذه التطبيقات تعاني اليوم من ضعف في فهم اللغة العربية، إذ نلمس هذا الضعف في تعاملاتنا اليومية مع أجهزتنا الإلكترونية. ولكن ما هي أهمية حوسبة اللغة؟ وكيف لنا أن ننهض بحوسبة لغتنا العربية؟ يناقشنا في هذا الشأن من فلسطين الأستاذ الدكتور مصطفى جرار، وهو أستاذ وباحث في دائرة علم الحاسوب في جامعة بيرزيت، وفائز بالعديد من الجوائز العربية والعالمية. حوسبة اللغة العربية المقصود فيها إنه يستطيع الحاسوب فهم لغتنا، إذا الكمبيوتر ترجم أو إذا الكمبيوتر بحثنا شيء عن محركات البحث يستطيع فهمنا، أو إذا تكلمنا معه، أو التدقيقات الإملائية، أو هناك العديد من التطبيقات اللي تحتاج إلى فهم اللغة. إذا ما قررنا دعم اللغة العربية حاسوبياً وتقنياً باللغات الأخرى، سنجد أن اللغة العربية من اللغات الأضعف دعماً من الناحية التقنية. سبب هذه الضعف أنه قلة باحثين، عدد الباحثين يعني زملائنا اللي بيشتغلوا في المجال، احنا عددنا قليل، لا يوجد دعم كافي إطلاقا، وكذلك في يعني عدم اهتمام بلغتنا. احنا نتغنى باللغة العربية، هذا غزل غير حقيقي، يعني كمن يتغزل بمحبوبي وبالآخر هو ما بحبها لأنه ما بيسوي لها أي إشي. نتيجة لذلك بادر الدكتور جرار مع طلاب من جامعة بيرزيت إلى إطلاق عدة مشاريع تطوعية في حوسبة اللغة العربية، لعل أبرزها وما وصفه بمشروع العمر هو الأنطولوجيا العربية. تسعى هذه الأنطولوجيا إلى تصنيف معاني كلمات اللغة العربية على شكل شبكة دلالية تعبر عن معاني الكلمات بشكل دقيق ويمكن للحاسوب فهمها. الأنطولوجيا العربية هي تصنيف لمفاهيم الكلمات، هذا التصنيف يمكن الحاسوب من فهم الدلالة بشكل دقيق. احنا بنمثل الأنطولوجيا العربية بلغة المنطق، فلو ضربنا مثال قلنا ما هو وقت الشروق أو وقت الغروب، قد يستطيع أن الحاسوب حاليا يجاوبنا إذا سألنا هذا السؤال باللغة موجود في اللغة الإنجليزية، وقت الشروق وقت الغروب، السن رايز والسنسيت والميد دي كمان. بس إذا كنا وقت الغسق، وقت الضحى، ووقت الشفق، وقت الظهيرة إلى آخره، مثل هذه مثلا المفاهيم الزمنية اللي هي موجودة بالغالب فقط باللغة العربية، يستطيع الحاسوب فهم دلالتها من عبر تصنيفها وتحديد الفروق مع الفترات الزمنية الأخرى. طبعا إذا أخذنا الموضوع بشكل أكبر نكتشف أنه إذا بدنا نصنف كل مفاهيم الكلمات، وأنا هون بقول نصنف مفاهيم الكلمات وليس الكلمات، احنا لا نصنف كلمات ولا مصطلحات، احنا نصنف المفاهيم تاعت الكلمات تصنيف دلالي فلسفي. وهذا العمل طبعا هو ليس فقط حاسوبي وليس فقط ذكاء صناعي، وكذلك يعني يتقاطع مع علم الفلسفي وعلم اللغة وعلم المنطق. تشبه الأنطولوجيا العربية ما يعرف بالوورد نت، وهو قاعدة بيانات معجمية بدأت باللغة الإنجليزية وامتدت إلى مئات اللغات الأخرى، إلا أن هنالك فرقاً محورياً بينهما، إذ ترتكز الأنطولوجيا على آخر ما توصلت إليه العلوم من معاني الكلمات، بينما يعتمد الوورد نت على ما شاع بين الناس من معاني الكلام. إحنا اللي بنسويه إذا ما قررنا الأنطولوجيا العربية بهذه الوورد نتس، الانطولوجيا العربية بتشكل بسموها الجيل الجديد من الوورد نتس، الجيل الأحدث. يعني كان في عندنا المكانز اللغوية اللي فيها بس مفردات، بعدين صار الوورد نتس، وإحنا الآن بنعمل الانطولوجيا العربية. طبعا الانطولوجيا العربية هي ما في اللغات الأخرى ما نعملها انطولوجيا، ما في انطولوجيا للغة الإنجليزية أو لأي لغة أخرى، احنا كنا أول ناس نعمل أنطولوجيا للغة العربية. أما عن الدعم المادي الذي تلقاه مشروع الأنطولوجيا العربية، لم نتلقى دعم من أي جهة لكل هذه المشاريع، يعني خاصة الأنطولوجيا العربية ما تلقينا أي دعم. نحن في جامعة بيرزيت نقوم بهذا العمل طوعا، نحن نعمل
بدون إمكانيات إنجاز التعبير. وعن نظرته لدور المجتمعات العربية بفئاته المتنوعة: بدون دعم مادي من الحكومات، يعني هذا الصناعة، أنا بسميها صناعة، هي صناعة، هو ليس موضوع فكري أو ثقافي فقط، هو موضوع بالأهم فيه وموضوع اقتصادي. هناك فرص عالية جدا للاستثمار في هذا الصناعة. إحنا العرب أولى وعندنا القدرة على المنافسة والتحدي والتفوق على الشركات الأجنبية في هذه الصناعة إذا تم الاهتمام فيها. هناك شريحة عالية جدا من الشباب اللي بدرسوا اللغة فقط من أجل يدرسوها، ولكن هم ربما لا يعلمون هناك في هذه الصناعة في فرص عمل هائلة جدا، كذلك لبناء تطبيقات حاسوبية تفهم اللغة العربية. ورسالتي كمان والأهم للشركات العربية، بدل ما نستثمر إن نجيب وكالات لمنتجات أو تطبيقات أجنبية، هناك مجال للمنافسة والمنافسة العالمية في بناء تطبيقات تدعم اللغة العربية، لأنه أنتوا أعرف وأشطر من غيركم، أشطر من الشركات الأجنبية في حل بعض الإشكاليات. أنا أحلم أن أتحدث بلغتي الفصحى والعامية ويستطيع الحاسوب فهمي دلاليا بطريقة كاملة، سواء كان في ترجمة أو في أي تطبيق آخر، الحاسوب يفهم عليه. وإحنا يعني إن شاء الله بنتوفق إن نساهم في حل هذه الإشكالية. في انتظار يوم تضحي فيه لغتنا العربية بلهجاتنا المختلفة لغة يفهم الحاسوب مقاصدها ويغدو غزلنا لها مرفقاً بالعمل.